يونت 3 اون ذا ويك اند. اون ذا ويك اند يعني ايه؟ يعني في عطله نهايه الاسبوع. هنا وات ار يو دروينج؟ هنا وات ار يو دروينج يا هنا، انت بترسمي ايه؟ وات ار يو دروينج، قلنا ده فعل ايه؟ الفعل في المضارع المستمر. المضارع المستمر بيتكون من فيرب تو بي زائد الفعل مضاف اليه اي ان جي، والفعل هنا سؤال، الجمله هنا سؤال، جمله استفهاميه. وات ار يو دروينج، قدمنا الفعل على فاعل، جبنا اداه استفهام وبنسال وات ار يو دروينج. الفعل المضارع المستمر حدث بيحصل في الوقت الحاضر، ماشي؟ بسال على حدث بيحدث في الوقت الحاضر، مستمر حدوثه في الوقت الحاضر. وات ار يو دروينج؟ وات ار يو دروينج؟ اي ام دروينج كات، اي ام دروينج ا كات، اي لاف كاتس، اي لاف كاتس. وات ار يو دروينج؟ اي ام دروينج ا كات، اي لاف كاتس، اي لاف كاتس، اي لاف كاتس. طيب انا برسم قطه، انا بحب القطط. طيب هاني، وات ميوزك ار يو ليسنينج تو؟ وات ميوزك، ايه هي الموسيقى؟ وات ميوزك ار يو ليسنينج تو، برضو ده ايه؟ فعل في المضارع المستمر. ار يو ليسنينج تو؟ وات ميوزك، وات ميوزك ار يو ليسنينج تو، ايه هي الموسيقى اللي انت بتستمع اليها؟ وات ميوزك ار يو ليسنينج تو؟ I'm listening to pop music. I am listening to pop music. Pop music. Pop music. It's a very good. هو مبسوط منها. هو فرحان انه بيسمع البوب ميوزك. تمام؟ طيب بتقول I like drawing. لانيسة دي بتقول I like drawing but I don't like listening to pop music. انا بحب الرسم بس ما بحبش اسمع ايه؟ للبوب ميوزك. Do you like collecting magnets? تحبي تجمعي الماجنتس؟ Yes I do. تمام؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم playing sports. Playing sports لعب الايه؟ الرياضة. Playing sports ده اسم، playing ده اسم، playing sports الفعل مضاف اليه ing بيدي ايه؟ بيدي ايه؟ صيغة الاسم. Playing sports يعني لعب الكرة. Listening to music الاستماع الى الموسيقى. listening to music الاستماع للموسيقى. collecting magnets تجميع الماجنتس. drawing pictures، drawing pictures رسم الصور. drawing pictures. taking photos اخذ الصور، يعني ايه؟ التقاط الصور. taking photos، taking photos اخذ الصور او التقاط الصور بالكاميرا يسموه taking photos. singing a song، singing a song يعني ايه؟ غناء أغنية. singing a song، singing a song. تمام؟ طيب he is singing a song، ماشي. I am listening to music، they are collecting magnet. عايز يقول لك هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي الوحدة بتتكلم على حاجة بتحصل في الوقت الحاضر، وبعبر عن حدث بيحدث في الوقت الحاضر، فبقول I am playing، he أو she is playing، بجيب verb to be وحط الفعل مضاف إليه ing. I am playing، she or he is playing، you or we or they are listening to music. اتصرف لك فعل verb to be اهو مع الاي بيبقى بيجي am. I am playing. طب he or she is وايه بيجي معاها؟ is. he or she is playing. طيب you we they are listening to music. taking photos، drawing pictures، collecting magnet، playing sports. عاوز اقول اي حاجه كده. I am playing، I am taking photos، I am drawing pictures، I am collecting magnets، I am playing sports، he is playing، he is taking photos، he is drawing pictures، he is collecting magnets، he is playing sports. خلاص فهمت القصة؟ الصيغة I like playing sport، I like playing sport but I don't like collecting magnets. أقول أنا بحب إيه وما بحبش إيه، أنا بحب كذا وما بحبش كذا. I like taking photos but I like drawing picture and I like drawing picture. عايز يحط and او but. but دي اللي هي لكن، اللي هي الاستدراك، يعني بحب حاجة وما بحبش حاجة. عايز ايه؟ لكن او و، ماشي. I like taking photos and I like drawing picture. عايز اقول I like collecting magnet but I don't like drawing picture.
لما يكون الفعل منفي يبقى هيجي مع but، صح؟ الاستدراك منفي، ماشي. I like listening to pop music، ها؟ but I like and I like collecting magnets، تمام؟ خلاص؟ صح وغلط. What do you like? Don't like doing. Draw and write using and but or but. قول أنا بحب كذا وكذا، أو بحب كذا وما بحبش كذا، بحب كذا لكن ما بحبش كذا، ماشي. Match and picture with the color. عايز بقى إيه؟ يقول لك light blue, dark blue, orange, red. Light blue, dark blue. ده إيه؟ اللون الإيه؟ الأصفر، الأصفر الخ... light blue yellow يعني أصفر خفيف، ماشي. البينك، البينك. الدارك بلو، الدارك بلو يعني ايه؟ الازرق التقيل، ده دارك بلو، ده لون دارك بلو. ده لايت بلو، لون الايه؟ البلو اللي هو الازرق الخفيف. في ازرق خفيف وازرق تقيل، خلاص تمام. دارك ولايت، عايزين نقول دارك ولايت، ماشي. ريد اند كلر، كلر ذا بادج دارك بلو، عايز ايه؟ تلون البادج بالدارك بلو. طب color the photo light blue، باللون الأزرق الخفيف. color the spider، the spider ده color بالايه؟ بالبلاك، باللون الأسود. color the football light gray، الفوتبول، الفوتبول اعمل لها gray، light gray. طب color the tennis ball with red، لون التنس بول باللون الأحمر. color the clock بالبينك، الساعة لونها بالبينك، خلاص تمام. يبقى احنا دلوقتي ايه؟ هو عايز يعمل لك activities، تعمل activities. I collect magnets. I collect magnets. What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? I collect magnets. And I draw picture. أي حاجة، أي activity. تقول أي activity. هنا الساعة. دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ التعبير عن الساعة. It's half past two. It's half past two. يعني half past two. الساعة 2:30. Half past two. Half past two. Half past. Half past. Half past. يعني الساعة 2:30. It's half past two. It's 2:30. 2:30. عايز أقول 32 دقيقة. It's 2:30. It's half past. ماشي. Quarter past. عايز أقول quarter past. It's quarter past nine. Quarter past nine. Quarter past nine. أو it's 15. It's 9:15. الساعة 9:15 دقيقة، أو it's quarter past nine، تمام؟ it's quarter to five. to بقى دي معناه إلا، past معناه we. لما أقول past يعني بقول إيه؟ we وكذا، يعني 9:15. أما أقول to five to يعني to يعني إيه؟ إلا it's quarter to five، يعني إيه؟ الساعة دلوقتي رايحة على 5 إلا ربع، الساعة 5 إلا ربع. quarter to quarter quarter to quarter to، ماشي خلاص تمام. معايا ولا مش؟ طيب it's 3:15. 3:15 يعني 3:15 يعني 3:15، 3:15 دقيقة. it's half past 5. it's half past 5. هو عايز تحط العارب انت بقى، تقول عارب it's half past 5. half past 5 عايز تحط عقرب الساعات هنا وأقرب الدقايق. half past five. طيب it's 7:10. 7:10 الساعة 7، هتحط عقرب الساعات هنا 10 وأقرب الدقايق هنا، ماشي تمام. it's 7:10. طيب it's 9:50. 9 يعني 9، 50 دقيقة. 9:50. خلاص تمام. طيب it's 4:20. الساعة 4:15. 4 هتحط عقرب الساعات عند 4 هنا وعقرب الدقايق وتلت، هتبقى لكل 2 على بعض عند الأربعة، يعني 4 وتلت. it's 2:30 الساعة 2، هتحط عقرب الساعات عند 2. 30 ونص، وعندي ايه؟ نص هنا عند 30 دقيقة. it's 7:45 الساعة 7، هتحط عقرب الساعات عند 7. 45 يعني و45 دقيقة، هتحطها ايه؟ 7 ريحة 8 الا ربع، يعني 8 الا ربع، حط عن عقرب الثمانية و 45 دقيقة، 7 و 45 دقيقة، ماشي. it's 5:10 الساعة 5:10، هتحط عند 5 عقرب الساعات
وعند 10 عقرب ايه دقايق. الدقايق. تمام. طيب دلوقتي circle and the things which the magnet attract. حط دايرة على الحاجات اللي ممكن المغناطيس يلتقطها، الحاجات المعدنية اللي ممكن المغناطيس يلتقطها. بوتل، المغناطيس ممكن يلتقط بوتل، يلزق في بوتل. string لا paper clip صح. تمام. nail صح. بنسل لا مش ينفع ده بنسل. الحبر الأستيكر كده ممكن. ممكن ماشي. سيسور ينفع. طيب بلو لا كوين ينفع. تمام. اتراكت، عايزك تكتب الحاجات اللي اتراكت. اتراكت يعني يجذب. اتراكت يعني يجذب. دونت دازنت اتراكت يعني لا يجذب. شيء يجذب وشيء لا يجذب. الاتراكت يعني يجذب، دازنت اتراكت لا يجذب. طيب دي ماجنت هاز تو بولز، الماجنت ده له قطبين. بولز بول يعني قطب، بولز يعني اقطاب. نورث بول في عنده قطب شمالي نورث بول، اند ساوث بول وقطب جنوبي. ذا نورث بول اتراكت ذا ساوث بول ذي بول توجذر. لو انا حطيت الشمالي مع الشمالي هيتنافروا. ريبل اسمها ريبل. لو انا حطيت الشمالي مع الجنوبي هيتا ايه؟ هيتجاذبوا. دي بيسموها ايه؟ بول توجذر. الشمالي مع الجنوبي بول توجذر. انما لو حطيت الشمالي مع الشمالي ريبل، بول ريبل. ريبل يعني ايه؟ يتنافروا مع بعض. ذي بوش او واي، هتلاقي المغناطيسين بيبعدوا عن بعض، في قوه تنافر بتحدث ما بين القطب الشمالي والقطب الشمالي، وقوه تنافر تحدث ما بين القطب الجنوبي والقطب الجنوبي. دي بول از ذا اند اوف ذا ماجنت ذا سنتر اوف ذا ماجنت. هو بيسالك البول ده اللي هو القطب ده النهايات بتاعت المغناطيس ولا الوسط بتاع المغناطيس؟ القطب، البول. البول نهايات المغناطيس دي بنسميها البول. البول هو نهاية المغناطيس. تفهمني؟ فاهمين الموضوع ده ولا لا؟ في قطب شمالي وقطب جنوبي. قطب شمالي بيسموه نورث وقطب جنوبي بيسموه ساوز. النورث مع الساوز يتجاذبوا، يلزقوا ببعض، يتقربوا مع بعض. ماشي. النورث مع النورث، النورث مع النورث او الساوز مع الساوز يتنافروا، ما يردوش ايه؟ يتجاذبوا مع بعض. خلاص تمام. هو بيقول لك الساوز مع النورث يتجاذبوا، النورث مع النورث يتنافروا. ماشي. ده على هيئه حذاء الفرس اللي هو الايه، المغناطيس ده على هيئه حذاء الفرس، ده بيستعملوه في الموتور والحاجات دي. تمام. بول، بول يعني ايه؟ يشد. بول حاجه، يشد حاجه. ماشي. وعايز ايه؟ لوك اند كومبليت، عايزك تحط الكلمات دي على الصور دي. ماشي. اتراكت، اتراكت يعني ايه؟ يعني يجذب. اتراكت، اتراكت حاجه، دي حاجه بيجذبها، دي بتجذب حاجه. طيب بوش، بوش يعني يدفع، يدفع حاجه. بوش. ريبل يعني ايه؟ يتنافر، حاجه تتنافر مع حاجه. هو قال لك ايه؟ القطب الشمالي مع الشمالي يتنافر، الجنوبي مع الجنوبي برضه يتنافر، ده يتنافر، ده ريبل. ماشي. الشمالي مع الشمالي والجنوبي مع الجنوبي ريبل. الساوث مع النورث او الشمالي مع الجنوبي، البول الشمالي مع البول الجنوبي، يا لا ده اتراكت. النورث مع الساوث برضو اتراكت. خلاص تمام. فهمت حكايه اتراكت وريبل؟ اتراكت يعني يتجاذب، ريبل يعني يتنافر. خلاص تمام. هو عايز يقول لك ثينج في فيشنج سبورتس سبايدر سبيس. عايز يقول ايه؟ ساوندز، الساوند بتاع الايه؟ الاي ان جي. سينج، شوف هي سينج او الاتش بي. سبورتس Space, spider. خلاص تمام. Learn to write with busy bee. عايزك تعرف تكتب الكلام ده بقى. The king is swimming. The king is swimming. وقلنا الفعل المضارع المستمر. The king is swimming. الملك عمال يعوم ما شاء الله. The spider is eating. السبايدر اللي هو السبايدر اللي هو ايه؟ العنكبوت. Spider is eating. بياكل دلوقتي اهو في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. السبايدر بياكل. في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الملك بيعوم. The girl is singing in her living room. البنت بتغني في الليفينج روم بتاعها. تاش. We use an exclamation mark to show a strong feeling. I love my cat. احنا بنستعمل exclamation mark. exclamation mark يعني علامة تعجب. علامة تعجب. ماشي. علامة استفهام. عشان نعمل ايه؟ to show a strong feeling. عشان نبدي المشاعر الايه
الجياشة، المشاعر الايه الدافئة الجياشة. ماشي. I feel very angry. I feel very angry. هو بيقول لك complete the sentence with a period، يعني حط يا اما علامات تنصيص يعني قوسين، يا اما كوتشن مارك، يا اما علامه استفهام، يا اما اكسكلاميشن مارك، يا اما علامه تعجب. I feel very angry. احنا دلوقتي قلنا بنحط ايه؟ بنحط اكسكلاميشن مارك لما يكون عندنا ايه؟ سترونج فيلينج. I feel very angry. حط اكسكلاميشن. I am Egyptian. انا مصري. حط فول ستوب. طيب what is the matter؟ ايه المشكله؟ what is your name؟ اسمك ايه؟ حط اكسكلاميشن مارك. احط كوتشن مارك. هنا اي حاجه فيها علامه استفهام، اي حاجه فيها اداه استفهام، يبقى لازم احط كوتشن مارك لان ده سؤال. واتس ذا ماتر؟ انت ايه مشكلتك؟ في عندك ايه؟ ايه المشكله عندك؟ يعني انت ايه مش يعني تعبان؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ زي ما يكون واحد تعبان يقول واتس ذا ماتر. طيب I am very excited. انا عندي حماس، انا متحمس قوي. هنحط اكسكلاميشن مارك. She learn English at school. هي بتتعلم الانجليزي في ايه؟ في المدرسه. بتحط فول ستوب. دي يعني جمله وانتهت، جمله عاديه وانتهت. تمام صحيح. طيب listen read and write the name in the correct place. عايز يحط اميره ولا تاليا ولا وائل ولا ملك. هاي ماي نيم از ملك. انا اسمي ملك. اي جو تو سكول ان كايرو. بروح المدرسه في القاهره. اي لايك ماي تيشر. انا بحب الاساتذه بتوعي. ماي كلاس بي very much. بحب الاساتذه بتاعتي والفصل بتاعي قوي. In my class we have friends who need special help. احنا في الفصل بتاعنا في عندنا بعض التلامذه وقاعد الاصدقاء اللي محتاجين مساعده خاصه. اميره كانت ووك. اميره ما بتقدرش تمشي. اميره كانت ووك ما بتقدرش تمشي. تاليا كانت هير. وتاليا ما بتقدرش تسمع. هير يعني يسمع، ووك يعني يمشي. تمام تمام. معانا في الفصل ناس يعني ايه محتاجين مساعده، زملاء محتاجين مساعده. اميره مش عارفه تمشي، كانت بوك، تاليا كانت هير ما بتقدرش تسمع، ويل اند وائل كانت سي ويل، وائل ما بيقدرش يشوف كويس. وي هيلب اور فريندز، واحنا بنحاول ان احنا نساعد اصدقائنا. اي كان جيف ذيس بوك فور يو. البنت دي بتقول للولد اللي هو مش عارف يمشي ده، انا هستطيع. I can get this book for you. اقدر اجيب لك الكتاب من المكتبه. I can say it again. I can say it again. اقدر اقولها تاني لان سمعه مش بيسمع كويس. I can say it again. اقدر انا اقولها تاني. I can read with you. انا اقدر، ما بيقدرش يشوف كويس، لابس نظارات وعينيه ونظره مش كويس. I can read with you. اقدر اساعدك اقرا معاك. Hi, I am Talia. I use sign language. بستعمل لغه اللي هي بتاعه الاشاره to understand my friends، عشان اقدر ان انا اسمع. لغه الاشاره دي لغه اللي هي ايه؟ بيستعمل ايديه لانه ما بيعرفش يتكلم. ماشي. This is show. Say hello please. How are you now? You try to do the sign. هي بتعمل بتشاور، بتقول ايه؟ انا ما بقدرش اسمع، معلش. حاطه ايدها على ودنها وتقول انا ما بعرفش اسمع. هالو. بتشاور بايديها وبتقول حلو. بليز بتعمل كده بايديها، من فضلك. بتحط ايدها على صدرها او بتحط ايدها على جنبها، بتقول من فضلك. هاو ار يو بتعمل كده. هاو ار يو لما بتعمل كده دي لغه الاشاره. في حاجه اسمها لغه الاشاره، لغه للناس اللي هم البكم اللي ما بيعرفوش يتكلموا. ماشي. بيحاولوا ان هم يستعملوا الاشاره عشان يفهموا الناس هم عايزين. خلاص تمام. نقدر نقول